بعد ما فطرنا المغرب كنا صايمين وفطرنا، ما شفنا الا جارنا خش يجري علينا والله حتى ما دق على الباب، الا هو بقول معاكم 7 دقائق تخلوا الدار. يو طب ايش فيه؟ طلعنا يا بني باللي عروسنا، والله ما اخذنا لا هدمه ولا حاجه ولا، وكله ظل على احواله، هاي كله صار هريسه هرسوا. ان شاء الله ربنا بهرسهم يا ربي وبيريحنا منهم للابد. اليهود بقول للمقاومه، بقول ربنا معاهم ويعينهم وينصرهم على اللي بعدوهم يا رب، وما زال هم سالمين واحنا سالمين، المهم هم يكونوا بخير وكل شيء بيتعوض. احنا طلعنا من البلاد وانا 3 سنين عمري وهذاني صار 76 سنة، واحنا نشوف بلاوي منهم والحمد لله ظلينا واقفين. الدار وهرسوها الحمد لله، واللي معاهم يسووه. والله يما كثير في البيت، واحد ساكن فوق وبيجي عيلتين تحت، واجانا كمان عيلتين شاردين برضو شراد، وانا عارف يا ابني بعين الله.